الوطني. المشاركتين يعني بال 2004 2011 كانت مرضية نسبيا للجماهير، ولكن هذه النسخة تحديدا راح تكون نسخة مختلفة على اعتبار انه راح يشارك فيها 24 منتخب، راح يتأهل اول فريقين وافضل اربع ثوالث. يمكن الأردن لو تتأهل أفضل ثالث هذا ما راح يرضي الشارع الأردني، لأنه المنتخب دائما محط أنظار الشعب أنه يكون يعني بارقة أمل وسعادة للجماهير. أعتقد أن المنتخب الوطني لديه طموح كبير لا يتوقف عند مرحلة معينة. هدفنا بالدرجة الأولى والأخيرة أن نظهر بشكل مناسب، أن نقدم كل ما لدينا، أن نصل إلى أبعد نقطة، ولما لا نصل المربع الذهبي أو المباراة النهائية. لكن ندرك أن المنتخبات المنافسة أيضا تملك ذات الطموح، استعدت بنفس الطريقة. إن شاء الله بنتمنى وبنأمل إحنا كمنتخب وطني أن نكون عند حسن ظن الجماهير. زي ما بتعرف في لاعبين جديد بيدخلوا المنتخب واغلبهم شباب، ان شاء الله قدنا المسؤوليه احنا والمنتخب زي ما عودنا جمهورنا انه النشام ان شاء الله يكون عند حسن الظن. احنا ان شاء الله بنوعدهم يكون حسن الظن، واحنا بنوعدهم انه نقدم كل ما عندنا حتى نرجع المنتخب على احسن من اول. اول ما بالتصنيف يكون وضع الوقت الحالي تصنيف زي ما بتعرف تصنيف المنتخب مش ولا بد. لدي نظام معين اؤمن به، واعتقد انه من الاجدر للاعبين تطبيق هذا النظام. لدي تشكيله جيده والجميع لديه فرصه في اللعب. هاي المرحله الاولى مع الكابتن فيتال، ان شاء الله انه نتمنى من الله انه ربنا ييسر امورنا ونكون على قدر المسؤوليه بالاختيار اللي اختاره الكابتن. ان شاء الله الشباب كلهم يعني كلها عزيمه وكلها اصرار ان شاء الله للتفكير بنهائيات اسيا. يعني هاي بجوز المرحله الاولى اللي ان شاء الله انه نبني عليها كاساس للنهائيات، اللي ان شاء الله نقدر نمثل الاردن خير تمثيل.